ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر، عقد ديوان المحافظة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المشاريع الجديدة في المحافظة سواء على القطاع السياحي أو المحلي. احنا عملنا اكتر من حاجة، ان احنا دعينا الاحزاب الدينية للمشاركة، لان الناس كلها كانت متخوفة من الاحزاب الدينية بعد التصريحات اللي كانوا قالوها. والنهاردة قعدنا معاهم حزب الحرية والعدالة، وحزب الحرية والعدالة النهاردة كان راعي رسمي للمهرجان الثقافي الروسي المصري. فدوت لرسالة طمأنة، وده بيطمننا احنا كمان على اساس كصناع سياحة في مصر. المؤتمر الذي حضره العديد من ممثلي الجهات الحكومية خاصة قطاع السياحة، بالإضافة إلى مندوبين من كل من روسيا وألمانيا وإيطاليا، اتخذ الصفة الرسمية للنقاش حول سبل النهوض بالمدينة والمحافظة والتي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية. البحر الأحمر أنا أحب أطمنك يعني أن معظم المستثمرين بيحب يجوا يشتغلوا عندنا، وعندنا عروض كثيرة منهم، وبالناس مع هيئة التنمية السياحية على ده، واخد بال حضرتك، لأنه البحر الأحمر واعد ومشروعاته واعدة ومفيدة لكل الأطراف كلها، سواء كان مستثمر أو لمصر، واخد بال حضرتك، وبالتالي هم بيسعوا إلى هذا. وعندنا عروض كثيرة لإقامة منشآت سياحية ضخمة وكبيرة، وعايزين نعمل سياحة المؤتمرات من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نعملها في البحر الأحمر، وعندنا عروض ليها، وهنعمل مدينة سياحية متكاملة بحيث نشتغل فيها سياحة مؤتمرات والسياحات الأخرى غير سياحة الترفيهية. يعني احنا عايزين نطور شكل السياحة كمان في البحر الأحمر. التركيز كله دلوقتي على ان احنا نسوق ونرجع السياحة تاني، الإعلام بره يبتدي يتكلم في إيجابيات وليس سلبيات. من مدينة الغردقة، أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.